السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. كيف كتشوفوا ان شاء الله يا ربي رجعت معكم ان شاء الله يا ربي للجرده ديالي. كما شفتوا مازال كنجمعوها، ما لقيناش اللي صراحه اللي غيحرتها لينا ويقادها. دابا ما عندناش مشوار، خصنا حنا نديروها على ما لقاو شي واحد. ورجعت ان شاء الله يا ربي بغيت نكمل هذه اللي خلينا البارح، البلاصه هذه اللي خلينا البارح ما كملناهاش. تتقطع كاين شي شجر من شويه، شجر كبير خصها تقطع فريمون من التحت من الجدر. وهادشي اللي كاين دابا كنجمعو شويه مع الدراري، كنحيو شويه داك الربيع اليابس. صراحه صعيبه شويه مي ضروري خصنا نديروها. وهادشي اللي كاين خليكم معايا كتشوفو ان شاء الله غادي نجمعها مزيان. ما ولفتش كتنحي الربيع، اول مره كينحيو معايا الربيع. راه مزيانة حتى الدراري صراحة الله، باش كيخرجوا شوية يشمشوا الهواء برا، حتى الاكتيفيتي هكا الدراري صراحة مزيانة ليهم، كيعجبهم الحال. خليكم معايا ان شاء الله حتى نديرها مزيان ونزرعها وتشوفوها معايا ان شاء الله يا ربي. دابا حتى انا غنمشي نعاونهم، خليكم معايا. كما شفتو نسيت ما درتش لي بوط ديالي، كنخدم غير بلي باسكيت، مازال ما شريتش لي بوط، خصني لي بوط فريمون ديال ميكا زعما باش نخدم. ولكن عندي واحد لي بوط غنديباني بهم، واخا ماشي ديال الخدمه، نوريكم البيت ديال الجرده. فوالا ما فيهاش الضوء باش يظلم. دايره هنا انا داري لي باسكيت لي بوط لا الشونج، علاش غناخد هادو؟ واخا هادو ديال الثلج ماشي ديال الجرده زعما باش نخدمو بيهم الجرادي، ولكن معليش غنديباني بهادو حتى نشري ان شاء الله شي بوط. خرجت الشمس، خرجت الشمس، نبدل في الشمس. صراحة الشميشة زوينة، كتفكرني الشميشة اللي كيكونو في البلاد في الربيع، مواد ماغ صافغين. بحال دابا عادت معنا الشميشة، دابا بدا الحال كيسخن. غنبدل معاكم لي باسكيت، ندير لي بوط. Oui. Quoi? Ça c'est vrai. اي فوالا غندي باني بهادو حتى نشري لي بوط. اي فوالا دابا ان شاء الله يا ربي الخدمه غادي. ولكن ما شفتو سالينا قطعنا كاع البلاصه هذه اللي كانت فيها الربيع بزاف. دابا تقريبا العشيه، بقى العشيه كطاح. عندي هنا البطيشه الصغيره، البطيشات الصغيورين غنزرعهم هنا في هاد السطر، يعني حتى يبداو ينبتو، يبداو يكبرو شوية، عاد من بعد باش نقدرو نديروهم في الأرض. هادشي لي غتشوفو معايا إن شاء الله.
صافي كما شفتوا ساليت الجردة ديالي، نقيتها كاملة الحمد لله. واخا صراحة عييت ولكن ماشي مشكلة، حتى لينا حنا راه مزيانة، نبقاو نخرجوا شوية هكا، ما مدير شي حاجة، مبقاش غير جالس جالس فهاد الكونفينمون، راه تبقينا غير جالسين ما كاين ما يدار. وهداك الشيء علاش قلت لهم هاد العام ان شاء الله غنقي الجردة باش غنزرعها، باش او ميم طو غنتحركوا حتى حنا شويه ونديروا شي اكتيفيتي وشي حاجه هكا للدراري، الدراري كيعجبهم الحال. ونتمنى اللي عنده شي جريده ما كيدير فيها والو انه حتى هو يزرعها ينقيها ويزرعها. وهذا الشيء اللي كاين، وغنخليكم ان شاء الله تشوفوا معايا الفيديو اللي غيجي من بعد اللي غندير به، ندير ان شاء الله يا ربي قلت ندير شي حشيوه تكون خفيفه ولذيذه بحال ديما، وواحد العشيوه اللي صراحه عارفينها المغاربه هاد العشيوة المغاربة عارفينها شنو هي. المهم ان شاء الله قلت غنديرها على طريقتي، وتبعوني ان شاء الله ربي وقولوا لي كي جاتكم. وهذا الشيء اللي كاين، وغنخليكم ان شاء الله مع الفيديو تشوفوا كيما شفتوا. دخلنا من برا دابا، كيما شفتوا قبيله كنت في الجردة، الصراحة سقمتها شوية ماشي بزاف، يعني كان خدمنا تقريبا واحد جوج سوايع تما. ودخلنا ان شاء الله يا ربي دابا فينا الجوع، وانا شحال تكون طفطف يعني خفيفه، وغندير معكم واحد الاكله اللي معروفه بزاف. كما كتشوفوا عندي هنا مطيشه، عندنا ان شاء الله بمطيشه، يعني غنقول لكم مطيشه تعرفوا شنو هي ان شاء الله. ندير لكم مطيشه ان شاء الله يا ربي بالكفته، وغندير معها حتى البيض، وغتشوفوا كما قلت لكم ماكله خفيفه ولذيذه ودغيا كطيب. غندير الكاميرا شويه لتحت باش يبان لكم، خليكم معايا كيما شفتوا عندي واحد الطويجي ان شاء الله يا ربي غنديروه هنا في الطويجي. المطيشه كتجي في الطويجين كتجي زويونه. غنبدا نقطع المطيشه باش تبان لكم، وغندير شي الكاميرا شويه لتحت، يعني ما غاديش نبان لكم انا ولكن غتبان لكم، غيبان لكم اش كندير. حاول كنطلع شويه لتحت، انا غنبدا ان شاء الله نقطع المطيشه. انا المطيشه كنقطع بقشورها شتو غنحكي قشورها، يعني كيما قلت لكم في الاول يعني ماكله اللي دغيا كتوجد، وصراحه كتجي زويونه كيما كتعرفوا. كنظن كاع المغاربه راه عارفين مطيشه والبيض، ولكن ان شاء الله يا ربي غنديرها لكم الطريقه ديالي. كنحاول نقطعها كتكون رقيقه في القشور ديالها، هاد المطيشة وغنرجع كما شفتوا هنا ان شاء الله يا ربي قطعت المعدنوس والقزبر، درت شي قزبر وشي معدنوس قطعته مزيان. على ندير دابا على مطيشه، يعني اكله سهله وكتجي لذيذه. هنا عندي معلقه ديال التحميره، ندير معلقه اخرى، جوج معالق صغار ديال التحميره، ندير الكمون، شيء من الملح ضروري، زيت الزيتون، غندير لنا شويه ديال الخرقوم، صافي هادشي اللي كاين في العطريه. دابا بعد ما درنا العطريه غنخليوها شويه تشحر، حتى تطيب لينا شويه البطيشه، ومع الثومه اللي درت، درت مع 4 ديال الريز ديال الثومه ولا 3، ونخليها هكا تطيب ليا مطيشه، وديك الساعه غندير عليها الكفته والبيض.
كما شفتوا ان شاء الله يا ربي طاح سخون. صافي مطيشه طابت، يعني ضروري مطيشه كنطيبوها مزيان في الاول قبل ما نديروا الكفته. كما شفتم حتى الماء مابقاش كتطلق الماء بزاف، يعني مطيشه ما تبقاش تطلق الماء، هذيك الساعه يمكننا نديروا الكفته فوق منها. والكفته عندي بحال دابا درتها ككورات صغيورين، وعندي ديجا مشرمله انا بالمعدنوس والتحميره والكمون. دابا كنحطها فوق المطيشه، دابا غنحطها كامله فوق المطيشه وغنخليها طيب. عطاني دار البيض من الفوق، صافي غنخليها غير هكا طيب. ندير شويه زيت البلديه حتى هي من الفوق عاد، وصافي غنقص عليها البوطا وغنخليها طيب شويه. سير الكفته والمطيشه طابو، من درنا الكفته كنبقى مره مره نحركوا الكفته هكا باش طيب لينا مع مطيشه. دابا غندير عليها البيض، غندير شويه رشه الملحه فوق البيض، وصافي هكا غنخليها دابا طيب. يعني غنطيب منها غير البيض وصافي راه وجد. صافي حتى البيض راه طاب كيما شفتو، الصراحة كيجي زويون. نقرب شويه الكاميرا باش تشوفو. درنا داك البيض مع الكفتة ومطيشة، صافي كيجي غزال هكا كيما غتكون طويجان خفيف وبديد ودغيا كيطيب. دابا غنطفي عليه البيضة، دايره هنا اتاي درتو بالشيبه، صراحة جا زوين تاهو. ضروري كيما شفتو ضروري إلا كان طوجين بحال هكا ضروري مع فازال اتاي. وهادشي لي كاين، ونقول ليكم بسلامة وحتى الفيديوهات الجاية إن شاء الله يا ربي. متنساوش ملي لايك ملي بارطاج، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله بسلامة.